خلال الكابتن هاني عبد العزيز مدير شؤون اللاعبين بمنطقه الجيزه. تحياتي ليك يا كابتن هاني. تحياتي ليك وكابتن سالم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. تحياتي ليك ولاسس البرنامج والضيوف. ربنا يكرمك يا كابتن هاني. احنا دلوقتي بنطرح قضيه التسنين، ايه الاجراءات بخصوص التسنين في منطقه الجيزه؟ تمام. لا، هي الجيزه دلوقتي في موضوع التسنين بتراجع ورقها تماما، خصوصا كمان في موضوع البراعم، لان موضوع التسنين في البراعم هو الاكثر شيوعا يعني بالنسبه لمنطقه الجيزه. الحاله دي بتتعرض الموضوع على اللجنه الفنيه للمنطقه، وبيتم تصعيد اللاعب لمرحله او اثنين على الاقل يعني. تمام. يعني ده بالنسبه للتسنين. ده بالنسبه للتسنين في البراعم. تمام. طيب بالنسبه بقى لبطولات منطقه الجيزه، بيكون في تدخل ايضا من منطقه الجيزه يا كابتن هاني؟ لحد دلوقتي ما يعني ما جالناش اي حاجه تخص التسنين او في اي مشكله تخص التسنين في يعني في المنطقه عندنا. لو اتعرض الموضوع بيتم عرضه على اللجنه الفنيه للمنطقه واتفقوا قرارها في الشان ده ان هي بتصعد اللاعب. طيب ايه الاجراءات اكتر اللي انتم بتتبعوها في منطقه الجيزه عشان تقضوا على موضوع زي التسنين؟ انا من وجهه نظري التسنين والتزوير وجهان لعمله واحده. من خلال التسنين بنقضي على مواهب، في لعيبه موهومه ما بتاخدش فرصها. يعني ايه الاجراءات اكتر اللي بتتبعها منطقه الجيزه عشان تقضي على موضوع زي التسنين ده يا كابتن هاني؟ والله يا كابتن اسامه، في الموضوع دوت احنا بيبقى عندنا مراقبين خاصه لموضوع الناشئين والبراعم، عشان خاطر يعملوا يعني يفلتروا الموضوع بتاع التسنين. انما التسنين يا كابتن اسامه برضه مش معناه تزوير. لان اللاعب بيكون يعني متسجل بعد سنه، يعني انت يعني دي بتبقى موجوده اكتر في الارياف. ان لعيب مثلا بيتسجل، والده بيسجله 5 سنين عشان مثلا جيش او يعني لاي سبب كان، فده مش معناه ان هو مزور، هو نفس اللعيب بس هو متسنن. بس يعني هو يعني ما تسجلش في الوحده الصحيه، لان انا هنا من ضمن الاوراق اللي بطلبها شهاده الميلاد اللي بتطرحها وزاره الداخليه، يعني بطلب ورق رسمي. وفي الورق الرسمي ده بيقول ان الولد مسنن. فهنا احنا هنا في الحاله دي زي ما قلت لحضرتك في البدايه، ان احنا بنصعده للمرحله الاعلى علشان القوه الجسمانيه بتبقى باينه قوي في المرحله السنيه اللي متسجل فيها اللعيب. طب من البدايه بنراجع اوراق القيد، ولما بيجي النادي يتقدم عشان يعني عشان يسجل لاعب فبيتم مراجعه ورقه كل اعلاني عشان الموضوع ده. يعني حتى لو الولد ورقه سليم بيكون برضو زي ما منطقه القاهره قالت، بيكون في تدخل من منطقه الجيزه وبيتكتب تقرير ان اللاعب ده ما ينفعش يلعب في المرحله السنيه دي، لازم يصعد ويلعب مع الاكبر. بالظبط بالظبط، لان هو كده يعني ممكن يضر لعيب ثاني. وممكن يضر زميله في المرحله السنيه دي، لان هو اكبر منه يعتبر، لو احنا هنقول 3 4 سنين، فهو يعني هو بيضر لعيب، ان هو القوه الجسمانيه بتاعته اقوى منه، فبالتالي هو المرحله السنيه دي مش هتنزل. وهيبقى في يعني هيبقى في تفاوت واضح للعيب في وسط الفرقه دي. طيب ممكن يا كابتن هاني نشوف المناطق كلها في مصر يطلع مثلا لائحه او قانون من اتحاد الكوره زي الاتحاد الافريقي في مسابقات كاس الامم الافريقيه للناشئين؟ النهارده بيطلب اشعه معينه على رزغ الايد اللي بيقولوا عليها الاسوره، النهارده لازم الولد يعمل اشعه، لو العظمه اللي في الايد اكتملت لا يحق للولد انه يشارك في كاس الامم الافريقيه عشان يحدوا كمان من عمليه التسنين، خاصه ان الظاهره دي منتشره كمان في دول افريقيه كتير. ممكن نشوف حاجه زي كده تتعمل وتكون تابعة للمناطق برضه؟ اتمنى طبعا، واعتقد ان اللجنه الفنيه في الاتحاد بتدرس موضوع زي دوت، وممكن تطرحه قريب لمجلس اداره الاتحاد الكوره دلوقتي، لان احنا محتاجين ان احنا يعني نتقدم خطوات ونوصل للمرحله دي. تمام يا كابتن هاني. كابتن هاني عبد العزيز مدير شؤون اللاعبين منطقه القاهره، شكرا جزيلا لك. طبعا اذا يعني سمعنا راي منطقه القاهره ومنطقه الجيزه من اكبر